مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد. يا خير من يمم العافون ساحته سعياً وفوق متون الأينق الرسم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلاً إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. صلى الله عليك يا رسول الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحلقتنا اليوم: ماذا يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ضيفنا في هذه الحلقة وكل حلقات البرنامج الدكتور نبيل حماد. حياك الله دكتور. حياك الله أخي عادل، وتحيتي للجمهور الكريم. حياكم الله. سؤالنا دكتور نبيل، حيث أننا نتكلم عن مشاعره صلى الله عليه وسلم، لعلنا نبدأ بالأشياء التي لم يحبها والأشياء التي نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. وسؤال الأول: لماذا يعاقب، أو لعلنا نقول أن لماذا يبتلي الله عز وجل أهل الأرض بأشكال مختلفة من حروب وكوارث، بل ومن أوبئة وآفات؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى، بعد حمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، يعلمنا في كتابه الكريم لماذا تنزل علينا العقوبات كما تفضلت. نحن الآن نشهد عقوبات بأوبئة عجيبة تمر لأول مرة يمكن على الكرة الأرضية. هذا الانقطاع بسبب الكورونا، يعني كلنا يعرف الكرة الأرضية منظر عجيب، سبحان الله، انقطاع كامل عن كل شيء، توقف كامل، هزت الكرة الأرضية. لكن السؤال: هل استيقظنا؟ هل استيقظت البشرية؟ أكبر عدو للبيئة وللأرض هو الإنسان. نعم. دمر الأرض بالحروب. نقرأ الآن في الأحداث، والذي يقرأ ما بين السطور، معظم دول أوروبا والقارة وأمريكا نفسها ترسل ما يسمى الزبائل الكيماوية إلى أفريقيا، تدفنها هناك، تدمر أجيال قادمة في أفريقيا مثلا. نعم. يعني هذه من الأمثلة. فربنا يذكرنا، ربنا يقول تعالى في سورة الأنعام: ذلك لم يكن أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ربنا عادل، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويقول الله تعالى في سورة القصص: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول تعالى في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأيضا في سورة القصص: وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها. وتأمل قوله تعالى في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا العقوبات الإلهية تأتي بسبب ممارسات الإنسان. نعم، ممارسات الإنسان، ومن ذلك ظلم الإنسان. ما هي عقوبات الظلم دكتور؟ طبعا يقول ربنا عز وجل سبحانه وتعالى في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإذا تأملنا نحن في بلادنا، في أراضينا، في محيطنا العربي مثلا والإسلامي، التفرق، سبحان الله، ابتلاءات، هل هو تمحيص وابتلاء أم هو عقاب من الله؟ الله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا في خطبة حجة الوداع؟ قال لنا عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا
فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. انظر إلى الاقتتالات في العالم الإسلامي بدون ذكر الدول، كم عدد الحروب التي تمارس عبر تخطيط خارجي لكي نكون واقعيين وحقيقيين. لكن الفرقة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الكثير ولكننا نخطئ. نعم. ماذا أيضا يقول لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذا الشأن، خاصة في موضوع الظلم؟ طبعا التفرق هذا الذي نحن فيه، حبيبنا قال لنا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وينبهنا عليه الصلاة والسلام ويقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ونهانا عن الغدر، سيدنا أبو سعيد الخدري روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة، يعني لواء يوضع عند خلفه يرفع له بقدر غدره. ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، يعني لو رجل مدير قائد أمير منطقة رئيس دولة ظلم، هذا أكثر الناس عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ماذا يكره الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كنا نتكلمنا عن الظلم وغيره، فالأمور التي كان يعني فعلا يأنفها؟ نعم، تذكر احنا تكلمنا في حلقة سابقة عن أمراض البشر، فقلنا ما سماه ابن القيم الأنا الفرعونية والأنا البهيمية والأنا السبعية والأنا الإبليسية. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا هنا ويقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وأيضا ليتك تذكر لنا دكتور نبيل، يعني تذكر لنا أفعال أخرى يكرهها الحبيب صلى الله عليه وسلم. أبغض الخلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأحاديث الكذب. تروي السيدة عائشة في صحيح الجامع رضي الله عنها أن النبي أن قالت كان أبغض الخلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. وجاء في الحديث حتى لو كان الكذب ليضحك من حوله. فما يخترع الإنسان نكتة ينكت على فلان أو علان. نعم. في بعض النكت العنصرية. يعني بدل ما نقول بلد معين نقول واحد غبي، خلاص يكفي كده عام. إذا عندي نكتة اخترعها بس بدون ذكر أسماء دول. نعم. ولا أسماء مناطق أو ألقاب ولا ألقاب ناس. نعم. نعم. أيضا يعني من هم الشخصيات التي يبغضها الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك شخصيات يبغضها؟ يمكن قبل الشخصيات أكمل في موضوع طيب. يعني الـ هذه الكراهية طبعا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أيضا الفسوق والعصيان، وجاء أيضا في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى سيدنا أنس بن مالك في الترمذي يكره الوقوف له. قال عليه الصلاة والسلام أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. لا يحب الناس أن تعظموا يقفون له، كان ينهاهم. وكان أيضا ينهى عن تبييت الصدقة. روى الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم ثم قام مسرعا ثم عاد فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني تبر عن ذهب، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، يعني ما يبغى يمضي عليه وقت والتبر قاعد في بيته. نعم. يورينا عن تأخير الصدقة. الآن نسأل الناس اللي يبيت الأموال عنده في مخازنه ولا في البنوك ولا في غيره، أو يأخذ قروض من جهات ولا يردها، يعني هاي تنبيه. هذه من ضمن الأشياء التي يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه يعتبرها حقوق لآخرين، يعني لابد أن ترد وتسترد. نعم. أيضا يعني إذا أردنا أن نتكلم عن سؤالنا الشخصيات، هل هناك شخصيات يبغضها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لكن لعلنا نأخذ هذه الإجابة منك بعد الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا. مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد.
مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد. عودة لكم مستمعين الكرام، حياكم الله، ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم وماذا يحب. سؤالنا التي سألنا لك دكتور قبل الفاصل، الشخصيات التي يبغضها الحبيب عليه الصلاة والسلام منهم؟ طبعا في أحاديث عديدة ينبهنا إليها عليه الصلاة والسلام في عن الأخلاق. جاء مثلا في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح الترمذي: إن من أبغضكم إلي المتشدقون. من هم المتشدقون؟ هو المتفاصحون. في ناس تستعلي على الناس باستخدام ألفاظ صعبة، يمكن أنا أجيد الإنجليزية، يمكن أجيد الفرنسية، أستعلي عليهم بلغتي. في هذا الزمن كانوا في الماضي يتشدقون بالعربية الفصحى، نعم. ونكات كثير حول هؤلاء المتشدقين، كيف كانوا يتكلمون والناس تقف أمامهم مستغربة من هذه الألفاظ، لا يعرفون ماذا يقول. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن من أبغضكم إلي المتفيهقون. المتشدقون قلنا المتفاصحون، نعم. المتفيهقون المتكبرون، يتكلمون بالأنا، كل حديث أنا قلت، أنا رأي، أنا أرى، هذا يسمى متفيهق. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في الترمذي: وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة، نعم. المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات. يعني رجل بريء يتحول يلقط عثرة، نعم. يعاود يصيده في مشكلة عشان يتكلم عنه، نعم. إذن هو كان يبغض هذه الصفات في هذه الشخصيات طبعا لأنها تدمر المجتمع، نعم. لا يبغضها لغرض شخصي، صحيح. بل يبغضها لله سبحانه هو وتعالى. هذا فعلا، إذا كنا نتكلم عن الشخصيات التي يبغضها فهو يبغض الصفات في هذه الشخصيات، نعم. أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم كره عادات يعني معينة لم يحبها، ما هي هذه العادات أو بعض هذه العادات التي لم يحبها عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هناك عادات مثلا في الغذاء، في النظام، النوم واليقظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالنظام الأمثل. لو تأملنا مثلا أذان الفجر، تستيقظ البشرية كلها وكل المخلوقات، نعم. هنا نقول للمسلم استيقظ. بعض الناس الآن للأسف، يعني كثير من الناس نتكلم معهم، يستيقظ الفجر بعد طلوع الشمس، الدوام الساعة 8 يقوم يستيقظ 7:30. ما يجوز، ما يجوز شرعا. وسبحان الله، يمكن ذكرت في حلقة سابقة كنت أدرس في فلوريدا، نبهتني زوجتي أم عبد الله، نعم. إنه أذان الفجر الغابة كلها تستيقظ. هنا ربنا ربط كل أوقات الصلوات لو تأملناها بما يسمى الساعة البيولوجية للمخلوقات كلها، الإنسان والحيوان والنبات. كلنا يعلم أن النبات يصدر الأكسجين منذ الفجر، ليس بعد طلوع الشمس، منذ وقت الفجر، قبل طلوع الشمس يمكن بساعة أو أكثر تبدأ يصدر أكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون، بينما في الليل ينتج ثاني أكسيد كربون، نعم. ويصدر أكسجين. مثلا كان عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث: لا يحب النوم بعد العشاء. كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، نعم. نستغرب مرة ثانية، لو لاحظنا كل مناسباتنا في الليل. عندنا نكتة احنا زمان كنا نقولها، ان الولد يقول لأمه: يلا يا ماما ننام الشمس طلعت، يعني كان سهرانين لين طلعت الشمس. يكره الحديث بعد العشاء، سبحان الله، ويكره النوم قبل العشاء. هنا ارتباط الساعة البيولوجية، كل المخلوقات تعيش إلا الإنسان يخالف، وللأسف المسلمين، نعم. يعني كنا في أمريكا نعرف بيوت العرب تضاء إلى الساعة 11:30-12 في الليل، تلاقي بيت مضاء، تعرف من دول العرب مؤلمة أنا أقول الكلامات، لأن كل الأمريكان مبرمجين يشاهد الأخبار الساعة 6، معظم المدن الساعة 6 الأخبار، 7 بالكثير تعشى، 9 معظمهم ناموا، أطفئت الأنوار إلا المخالفين. من هم المخالفون؟ الذين ينبغي أن يكونوا أتباعا وأحبابا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الساعة البيولوجية، سبحان الله. وهذا علم آخر، لكن يعني هنا ما العادات التي يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام، نعم. مثلا أن الإنسان ينام بعض الطعام، برضو نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، خلط بعض الأطعمة، برضو بعض الأطعمة الضارة، نعم. كان ينهى على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العودة كل ما فيه خير للبشرية، نعم. جاءنا به، وكل ما فيه ضرر
نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ديننا، دين الفطرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت، يعني عندما تستيقظ كنت في يعني في الولايات المتحدة، يعني وقت الفجر تجد كل يعني الكائنات الحية تقوم في تلك الفترة. قرأت معلومة حول إنه موضوع إنه الديك عندما يصيح في وقت الفجر، هو يصيح عندما يشتد عليه الظلام، وفعلا عندما يشتد الظلام يظهر الفجر. فمرتبطة، فصياح الديك مرتبط فعلا باشتداد الظلام الذي بعده يأتي الفجر مباشرة، فيكون في مثل هذا الوقت يستيقظ الإنسان حتى يصلي الفجر. وأذكر هنا بما أنك ذكرت الديك، لأنه رأى ملاكا، وأيضا فعلا في هذا الأمر، لذلك استحب إن سمعت صياح الديك تقول اللهم نسألك من فضل الدعاء. نعم نعم، فاحنا يعني ذكرناها من ناحية الدنيوية، وأيضا من ناحية الأخرى، لأنه رأى شيطانا. نعم. فنستعيذ بالله من الشيطان. نسأل الله. نعم يعني يعيدنا منه. يصيح رأى ملاك. أنا أستبشر بذلك. نعم. أيضا لعلنا ننتقل إلى ما يحبه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أحب الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الأحاديث كثيرة جدا. نعم. نذكر بعضها على عجلة. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في البخاري، إن أحبكم إلي وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا. يا سلام. الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إيش الموطئون أكنافا؟ يعني إذا جاءهم الضيف يستضيفوه، يجلسوا في مكان مريح. النبي عليه الصلاة والسلام لما زاروا عدي بن حاتم. نعم. كان لسه ما أسلم، قال حين أتيت إليه تلقاني بوجه بهج وسار معي والناس تسلم عليه، فقلت في نفسي هذا ليس بملك، شافوا بسيط جدا والناس سلم عليه، ما في موكب كذا يبعدون الناس عنه أو كذا مثلا. فأدخلني داره. نعم. ولم أرى إلا وسادة من ليف. نعم. ففرشها لي وجلس هو على الأرض. نعم. فقلت هذا ليس بملك. نعم. يعني هذه بداية قصته في لقائه الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على من تحرم النار غدا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال على كل هين لين سهل قريب. هنا أقول لكل مستمع، ضع نفسك على هذا المقياس، ما نظرة الآخرين لي؟ هل أنا هين؟ الناس تكلمني براحتها، وإذا لازم يعني قبل ما يكلمني يقعد يحضر صباح المدير سعادة الخير، ولا صباح الخير سعادة المدير، ويرتج قبل ما يكلمني. في ناس هينين لينين كأنك تكلم أخوك عادي. هذا ما يحب النبي. ويحب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن عائشة قالت، أعجب رسول الله عليه الصلاة والسلام من شيء من الدنيا إلا ذو تقى. إيش ذو تقى؟ من إذا قال لله ومن إذا عمل لله. يعني إنسان مخلص لله، هذا أحب إنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ويحب النبي عليه الصلاة والسلام في سلسلة الحديث الصحيح للألباني قال عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وقال عليه الصلاة والسلام، إن ملكا أتاني فقال إن ربك يقول لك، أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا؟ قلت بلى رضيت. هذا في صحيح الجامع. نعم. فهذه من الأخلاق التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وطبعا كل واحد يصلي على النبي أو يسلم عليه، هناك ملك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله فلان ابن فلان يسلم عليك، فربنا يرسل عليه العشر حسنات والنبي يرد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سبحان الله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام عن أشياء دنيوية، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجاء في الحديث أيضا، يحب النبي عليه الصلاة والسلام المساكين وفعل الخير. وقال عليه الصلاة والسلام في الترمذي، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي كان يحبها الرفق، ماذا قال عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هنا رسالة مرة ثانية كما ذكرنا عن حديث هي اللين. نعم. الجنة التي نعيشها في الدنيا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام، إن الله رفيق يحب الرفق.
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. وجاء أيضا في الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى نكمل نعم الذباح نعم نقول له أرفق بالذبيحة. نعم نكمل معك دكتور نبيل حول هذا الموضوع، لكن بعد الفاصل اللي مقبلنا مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد. مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد. عودة لكم سمعين الكرام مرة أخرى، وحديثنا ما زال ماذا يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، ماذا أيضا يحب عليه الصلاة والسلام من الأمور التي كنت تذكرها دكتور نبيل؟ طبعا احنا ذكرنا قبل قليل الشخصيات أو المواصفات الشخصية التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئنا على الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام الحبيب يحبنا أن نجتمع، يحبنا أن نكون متوحدين في الآراء، أن يعذر أحدنا الآخر وأن يعين أحدنا الآخر. هذا الحديث في الترمذي. وفي البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين. إيش عادات المشركين؟ إيش عندهم من عادات، مناسبات، أعياد؟ قال خالفوا المشركين، هذا ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب الأعمال عند النبي قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، وهذا في صحيح مسلم. يعني إنسان تعلم أن يدعو بدعاء معين داوم عليه، تصلي صلاة الضحى. ناس كتير ما تعرف عن صلاة الضحى، صلاة الضحى كلها ركعتين، يعني بعد طلوع الشمس بساعة ونصف أي وقت لين الظهيرة، صلي ركعتين داوم عليها، داوم على الصدقة في هذا الحي المكان، في كم حجة تمر عليهم، في كم عامل نظافة بتعطيهم كل جمعة، داوم على هذا العمل وإن قلت. ويحب عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث في الترمذي. نحن نذكر أنفسنا مثلا، يعني أن هذه العادات حلوة، يمكن ماني فاضي مشغول دائما، ما حاول. نعم يوم الاثنين أول شيء كلنا نعرف أنه منتصف الأسبوع في تناوب ملائكة، الملائكة أنواع، في ملائكة يتناوبون يوميا في الفجر والمغرب، وفي ملائكة نصف أسبوعيين يخرجون بالتقارير إلى ربنا. نعم يومي الاثنين والخميس. فإذا عرضت الأعمال، ملائكة الذين يداوموا للاثنين والملائكة الذين جاءوا يوم الاثنين كلهم يطلعوا بأعمال طيبة لأني صائم مثلا، أو يوم الخميس. ويحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا شكورا. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والحديث في البخاري. نعم أيضا من الأمور التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نتكلم عنها، تلك يعني آية يحبها عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يحب؟ نعم سبحان الله، روى الإمام مسلم في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه لما نزلت الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. ليش؟ ربنا وعد تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم وأيضا الأذكار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى يعني العديد من الأذكار وذات الفضائل، لكن كانت هناك أذكار يحبها عليه الصلاة والسلام، مثل ماذا؟ مثلا يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الإمام مسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وسبحان الله ما أقف وقفة بسيطة مع التسبيحات التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. تأمل أنه إحنا بعد كل صلاة أخي الحبيب عادل نسبح الله 33 ونحمده 33 صحيح ونكبره. نحن نقول للناس لا تقولها ببغبغائية وأنت تكرر، لماذا تكرر؟ سبحان الله هي معجزة علمية. نعم. لكن جاءنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة وأنت تقول سبحان الله. تأمل حولك،
تنظر إلى الخلق، انظر إلى الشجر، انظر إلى السحاب، انظر إلى السماء، انظر إلى الشمس، إلى القمر، تأمل في جسدك معجزات أصابعي، يدي، عيني، جسمي، الآخرين، الحوائط، تمر بقطة في الشارع، كل شيء يدعوك أن تسبح الله لأن خلقه عظيم. فأنا أقولها وأنا أسبح، أتأمل في خلق الله وأعطيني الأجر في كل تسبيحة. الحمد لله حتى لو كنت أنا أعاني من أشياء أتأمل نعمتي، الحمد لله عندي بصر أرى في غيري ما يرى، الحمد لله أنا أسمع غيري ما يسمع، الحمد لله بدون جهد ولا تعب مني ولدت مسلما، ولدتني أمي مسلما، الحمد لله. سافرنا إلى أكوان الأرض تعبد الأصنام أناس تعبدوا، حتى الفئران أناس والثعابين أناس، وأشياء عجيبة. نعم. أشياء عجيبة ونحن نعبد الله بدون جهد منا. الحمد فأقول لله. الحمد لله، الحمد لله النعم، الحمد لله أن نحن نعيش في هذه البلد الطيبة الآمنة، ونرى بلاد الأرض كلها تعاني من الاضطرابات. بعض الخواجات يكلموني يقولوا في بلدنا، يعني ما بدون ذكر اسم البلد، والله ما نستطيع نخرج في الليل، نخاف على أنفسنا. ويقولوا أنا ولفت إنه ما نخرج، أخرج من غير محفظة لأنه عارف إنه فيه. يقول إن السعودية عجيبة، أمشي في أي مكان في أي شارع إن شاء الله آخر الليل وأنا آمن. الحمد لله. الحمد لله. هذا نعم. الله نعم على الله. النعم العديدة. والتكبير مرة ثانية في هدفين. نعم. الهدف الأول أكبر الله العظيم. كل ما أقول الله أكبر يكبر الله في عيني. وأيضا أروض نفسي وأنا أقول الله أكبر أستصغر نفسي. عندي غرور، عندي كبرياء، أنظر بتعبد وبتواضع. فهذه أثار التسبيح وهذه ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أيضا ماذا يحب عليه الصلاة والسلام في يوم العيد؟ يروي ابن عباس رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله. نعم. فخرجنا فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الرجال، ثم أتى النساء فخطبهن، ثم أمرهن بالصدقة، حتى رأيت المرأة تلقي خاتمة تعطيه بلال يتصدق به. فيعني يوم العيد يحب الجمعة ويحب الخير ويحب الناس تتصدق أيضا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أيضا، يعني لعلنا في ثواني نتكلم عما أحبه عليه الصلاة والسلام وأحب الصلاة يعني إليه عليه الصلاة والسلام. أحب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أدومها، وهذا ما جاء في الحديث. أحب الصلاة ما داوم عليه. نعم. وأحب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في البيت، صلاة النافلة. قال نعم. عليه الصلاة والسلام الصلاة في البيت خير لي إلا أن تكون صلاة مكتوبة. نعم. وركعتان أحبهما النبي وواظب عليهما، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربع ركعات قبل الظهر، هذه من السنن طبعا. نعم، سنن الرواتب. نعم، عليه الصلاة والسلام. أشكرك دكتور نبيل على ما تفضلت في حول الحديث عما يحبه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يحبون ما أحبه عليه الصلاة والسلام. إلى الملتقى مستمعينا الكرام في حلقة قادمة من حلقات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه تحية مني أنا عادل برباع، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحبيب بصحبة عادل باربع والدكتور نبيل حماد.